إيمانا من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بدور الشباب وأهميتهم، وإدراكا منها بأن الاستثمار في الشباب يعني الاستثمار للمستقبل، فهم شباب اليوم وقادة المستقبل، كيف لا بهم حيوية الحاضر وبهم طاقة التفاؤل وروح الأمل في ظل تحديات جمة يواجهها الوطن. في ظل اهتمامنا بهذا الجيل، هذا الشباب الذي كانت السلطة المحلية ولا زالت توليه الاهتمام الكبير لما نعول عليهم من أنهم هم سيصنعون الغد. حرصت السلطة المحلية بالمحافظة على خلق فرص عمل للشباب واستيعاب أعداد كبيرة في السلك الحكومي بنظام التعاقد نتيجة لتوقف التوظيف، حيث يبلغ عدد المتعاقدين أكثر من 25 ألف متعاقد ومتعاقدة موزعين على مختلف القطاعات الحكومية، التربية والتعليم والصحة والقضاء وغيرها، بالإضافة إلى ما تم استيعابهم في صفوف قوات النخبة الحضرمية والأمن الذين يمثلون حماية الديار والمدافعين عليها، منتشرين في ربوع المحافظة جبال وهضاب وساحل وصحراء. السلطة المحلية بالمحافظة ومن خلال مكاتبها التنفيذية تعمل على رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم، تجلى ذلك من تدخلات السلطة المحلية في دعم التعليم الفني والتدريب المهني والعمل على استقرار العملية التعليمية فيها، وأنشئ صندوق دعم الشباب لدعم تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والحاضنات، حيث استفاد من الصندوق أكثر من 500 شاب وشابة من خلال تمويل أكثر من 300 مشروع ريادي صغير ومتوسط، حول شبابنا من طالبي الوظائف إلى منتجي وظائف ومساهمين في خلق فرص عمل لزملائهم. وهذه كانت رسالة الصندوق وخطته الاستراتيجية، بالإضافة إلى تشجيع المبدعين والدفع بالمتميزين منهم في صنع القرار وتمكينهم على هرم قيادة مرافق حكومية وكانوا أهلا للثقة وعلى مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية والتطوير والرفع بمرافقهم نحو الأفضل. الشباب هم ثروة هذا الوطن الحقيقي، وهم المورد الذي لا ينضب، ومستقبل واستقرار الشعوب يقاس من خلال قدراتهم ومعارفهم المكتسبة. ولأن الرياضة الهواية المفضلة لدى الشباب وتمثل لغة سلام العالم ويتجاوز شغفها حدود الدول، وهي حاضرة في نفسيات الشباب وهواياتهم المفضلة بناء على دراسات ميدانية أجريت في نطاق محافظة حضرموت. وأولت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي هذا القطاع اهتماما كبيرا من خلال تدخلاتها في البنية التحتية، تمثل في بناء وتجهيزات عدد من الملاعب الرياضية على مستوى المحافظة من خلال التعشيب وبناء المدرجات وتجهيزاتها بالإنارة لتكون بيئة ملائمة لصقل مهارات الشباب وإبداعاتهم الرياضية في مختلف الألعاب والمسابقات بما فيها الثقافية والذهنية، بالإضافة إلى بناء عدد من مقرات الأندية الرياضية وتجهيزاتها ورعايتها للبطولات الرياضية السنوية، أبرزها بطولة كأس حضرموت التي وصل صداها إلى كل المحافل والصحافة الرياضية الدولية والعربية، كما استضافت المحافظة عدد من المعسكرات المشاركة للمنتخبات الوطنية لمشاركاتها في محافل وبطولات عربية وآسيوية لتمثيل الوطن وبقاء مقعد وراية الوطن شامخ، بالإضافة إلى فرصة احتكاك أبناء المحافظة بهم وإتاحة فرصة المشاركة لهم. ومثل أبناء حضرموت والوطن خير تمثيل، بل وتم اختيارهم كأفضل لاعبين في بعض البطولات. لطالما هذه الرياضة جواز سفر يدخل كل القلوب بدون استئذان، فدعونا نجعلها تجمع ولا تشتت أبدا. وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب، وحضرموت تحتفل وتشارك العالم احتفالاته بهذا اليوم
ومن خلال إنجازات الشباب الذين حققوا نجاحات كبيرة وإنجازات متقدمة على الصعيد العربي والعالمي، وفي ظل اهتمام ورعاية وتوجيه من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي حفظه الله، الذي يولي قطاع الشباب جل الاهتمام والرعاية إيمانا منه بأن الاستثمار في الشباب هو الضمان لمستقبل مشرق لحضرموت، ويحفظ لها مستقبلا واعد ومشرق وآمن. حفظ الله الوطن وسلم حضرموت الفتن، وسلمها لشبابها وسلم شبابها لها.